أيها الأخ الصيني واكل الخفاش، من يوم ما صدرتولنا الكورونا وصدرتولنا معاها فتاوي بقى، واحنا عمالين نسمع الكلام، بنسمع الكلام، كل حاجة بتقولها بنسمعها. البس الكمامة هتنقذ حياتك، لبسنا الكمامة. اقعد في البيت، مفيش نزول من البيت، قعدنا في البيت. لا، انزل من البيت والبس ال N95، لبسنا ال N95. لا، على فكرة، البس الكمامة في المواصلات بس، لبسناها في المواصلات بس. لا، ممكن الكمامة القطنية، لبسنا الكمامة القطنية. اعزل نفسك لو مخالط، عزلنا نفسينا. لا، اعمل بي سي ار، عملنا بي سي ار. اعمل بي سي ار تاني بعديها باسبوعين، عملنا بي سي ار تاني بعديها باسبوعين، عملنا كل حاجه انت قلتوها. بس دي لا لا، عندنا البي سي ار بيتعمل ما بيتاخدش. منطقتنا دي البي سي ار له مشوار من المنخار، ملوش اي منطقه اخرى، هو المنخار فقط. وما تفتكرش يعني ان احنا خايفين نلبس، لا، احنا بنلبس عادي جدا على فكره، يعني بنلبس في الحيط، بنلبس بالعربيه، بنلبس هدومنا، بنلبس في جوازات ان احمل بي سي ار، بس بمزاجنا. بس البي سي ار ولا هنلبسه ولا هناخده، البي سي ار هنعمله اجوانزو.